اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونخش على الوصف التحليلي لمباراه الاهلي ومصر المقصه غدا ان شاء الله، المؤجلات من الاسبوع الثاني من عمر وزمن الدوري العام. في البدايه طبعا برحب بضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير يا كابتن منور. مساء الخير يا كابتن فاروق، ازيك؟ اخبارك تمام؟ ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ربيع سين. مساء الخير يا كابتن مصر. مساء الخير الحمد لله، صحتك؟ الحمد لله موفق دايما. اهلا وسهلا بيك، الله يحفظك. هبدأ مع ضيوفي الكبار. يوم الجمعة كان في اجتماع ما بين كابتن محمود خطيب رئيس النادي الأهلي وكل اللاعبين والجهاز الفني في قبل المران. كان أقيم المران في من صباح يوم الجمعة، وكانت جلسة مهمة جدا ما بين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واللاعيبة. طبعا كابتن شريف حضرتك واجهت هذه الظروف في العديد من المناسبات، وجود طبعا كابتن صالح سليم كرئيس للنادي الاهلي وحضرتك كنت لاعب، وايضا ما سبقه كفريق مرتجي، اكيد بتبقى الجلسه دي لها طوابع خاصه. طبعا بنبارك طبعا مجلس الاداره وكابتن محمود خطيب، وده ما شاء الله الحب اللي بينهم يعني، وباذن الله ربنا يوفقهم ويكون كل البرنامج الانتخابي اللي هم قدموه يكون معد له، وهم الاربع سنين دول ان شاء الله ويمكن اكتر من اربع سنين كمان الثمان سنين باذن الله يكونوا على قد المسؤوليه، وكل حاجه بقى النادي محتاجها من استاد لنادي التجمع الجديد، ان احنا بنخلص الشيخ زايد باذن الله، الترابط بنخرج بقى من الشحن بتاع الانتخابات ده خالص ونبعد دي. عشان كده حضرتك قلت ان هو كان ليه قاعده مع فريق الكوره، فهي القعده بتبقى قاعده طبعا ناس كابتن محمود الخطيب اللعيبه كلها يعني اقرب الناس ليه موجود في كل وقت وفي كل مكان. وبعدين يكون محمود الخطيب لاعب الكوره هو الراجل اللي بيمثلنا في رئاسه مجلس الاداره، فدي حاجه كمان تطمنا كلنا. بس بيبقى شكل روتيني طبعا ان احنا محمود الخطيب بيروح للعيبه يطمنها، يطمنها ان كل حاجه ماشيه تمام، كل حاجه ماشيه في نفس السياق، بيشكرهم على الشكل اللي هو موجود، بيشكر الاجهزه الفنيه على النجاح اللي هم فيه، بيشكر كابتن حسام، كابتن عبد الحفيظ، جميع الاجهزه الفنيه اللي موجوده، كل ده شكل روتيني. واي حد كابتن ربيع عارف الكلام ده طبعا، لما يبقى في مجلس اداره جديد بيقعد حتى لو حسام ليه طلبات، سيد ليه طلبات، بيتعمل الاجتماع بعد كده مصغر شويه على مستوى بين مجلس لجنه الكوره لما بتبقى موجود مع كابتن محمود الخطيب مع اللجنه نفسها اللي هتبقى موجوده، التقارب، لان مش معقوله كل كلمه هنروح لكابتن محمود نقول له احنا عايزين كذا، لا بيبقى في شكل تنفيذي شويه. نعم. فنجوم تانيين موجودين بيثق فيهم مجلس الاداره اللي موجود. طيب كابتن ربيع، بالتاكيد الجلسه ديت بتبقى ليها عامل تحفيزي كبير جدا للعيبه، عامل مطمئن، ايضا الحوارات على اهم المحطات الكرويه اللي بينتظرها النادي الاهلي، عنده منافسه على الدوري العام، عنده منافسه على بطوله السوبر، مسابقه كاس مصر، وايضا دوري ابطال افريقيا في نسختها الجديدة إن شاء الله. لا هي وضطة يعني عادة في دايما رئيس مجلس بمجلس إدارته إنه بيقعدوا مع المدير الفني، بيقعدوا مع اللعيبة، خاصة بعد طبعا جولة محترمة جدا جديدة وروح جديدة ومجلس جديد، وبيبقى قعدة ود وقعدة حب وقعدة احترام وقعدة كبير أسرة، بيحفز الناس وبيقول لهم إحنا وراكم وفي ظهركم وبالتوفيق، وبيقول لهم ركزوا والتزموا لان احنا مطالبين بحاجات كثيره جدا. جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي تعودوا على المكاسب، تعودوا على البطولات، تعودوا على الدرع، تعودوا على كاس محمد، تعودوا على كل حاجه كويسه. فطبعا ده مجلس جديد بروح الاخوه والمحبه والترابط اللي موجود بين اسره النادي الاهلي، ان اسره النادي الاهلي رقم واحد توفيق ربنا، ثم الاداره لها دور في حاجات كتيره جدا مع الجمهور، مع الجهاز الفني، مع اللعيبه، الاسره، الترابط ما بين الاربعه ماشي في الاتجاه السليم، فهو بيحافظوا على الترابط، بيحافظوا على الوحده، بيحافظوا على النظام، ان شاء الله الطموح موجود والرغبه موجوده. انا اعتقد الهدف من الاجتماع مع الجهاز الفني واللعيبه، لعيبه على اعلى مستوى محترمه جدا ورجاله مقدرين كويس قوي وعارفين ان هم في كيان كبير، الكيان ده بطولات لا بثيل على خد بالك ولا بديل، ان في جمهور بينتظرهم دايما، ان في اداره في ظهرهم بتديهم الثقه، خد بالك ان احنا بنحبكم، ان انتوا امتعوا الجمهور، حاجات جميله جدا وطول عمرنا متعودين عليها،
واعتقد ان النهارده بص الشكل مثالي ورائع جدا قدامنا بمجلس اداره جديد محترم على اعلى مستوى. ده اول اجتماع مجلس اداره لمجلس اداره نادي الاهلي الجديد، وادي اللقطه الرسميه لكل اعضاء مجلس الاداره باكملهم من رئيس النادي برئاسه كابتن محمود خطيب، استاذ العمر فاروق النائب، الاستاذ خالد الدرندلي على منصب امين الصندوق، الاستاذ خالد مرتجي او الاستاذ خالد مرتجي امامنا في الصوره، اعضاء فوق السن كابتن جوهر نبيل، استاذ طارق قنديل، استاذ محمد الضماطي، استاذ الكفراوي، استاذ ايضا عندنا تحت السن مهند مجدي، محمد الجرحي، الكابتن رانيا علواني، الكل عشان محمد سرائج الدين، الكل عشان ما انساش حد، كله كان حاضر النهارده. مجلس الاداره مكتمل في اولى جلساته في عهده الجديد، بدايه عهد ان شاء الله يكون مبشر ومليء بالبطولات والانجازات لقلعه وكيان النادي الاهلي، ودائما وابدا الاهلي فوق الجميع. ابتدي اخش على موضوع نادي الاهلي ومصر المقاصه، مباراه لها طابع خاص. مصر المقاصه هو وصيف الدوري في الموسم الماضي، النادي الاهلي استطاع ان يفوز عليه في لقاء وتعادل معه في اللقاء الاخر وخد منه 4 نقاط زي ما قلت لحضراتكم. كابتن حسام البدري ومواجهه امام كابتن عماد سليمان، هنبتدي اروح